عبدالرحمن عبد الشكور قدوميه حسب جودة شر الصومالية أي مركي يجور يسيك هذا لي سافر كم ذحوينها الصومالي اللي أنا كنت جاي دلك أسيجني إجلبت كقارضة أفريقيا عبدالرحمن عبد الشكور وحاوس هذا جو كهذا لي إسلام مركي هالسنة كان قاعد لأن كنت المامي طلاب هذا هو جامية فرماشو يكو واحد يسوي أيكو كعين إسلام مركي هالسنة أيكو شيجين إن أي حرير كوجو ترين دولة دلك جني عبدالرحمن عبد الشكور أي سيد أسيكو شيجي قرال كوبان أو كوبهي بركولان كوكله يهي براها بالشدة جارهنا بيج كوك استعمال فيسبوك نحر كور الصحافة ذات كني كوبان أو عبدالرحمن عبد الشكور كهذا لي طلاب هذا ني مامل كفرماشو كوك عين أي واحد كنت المامي ويا أرقني ملاسي أصدد ويا وجهيسو وقانك فرماتشو عبد الرحمن عبد الشكور أيا قرال كاسي كوبان أو صوت قي براها بلشدة وحاول ديقنا سيداني قوانك حكومة الصومالية حرير كوغو ترتي دالكا جيني وان ولد دولة الصومالية حرير دبلوماسية ديد أن ليالا وحكم موقتا قوانكاسي فضيد يو ولبح قان قاد لآن دبلوماسية ديد وحكلاو الشيغي عبد الرحمن عبد الشكور إن أي ترين هربا دولة كلا أو ميقام كني أو كلا الصومالي لان ولدق من إسلام الكاسينا كما موسي وحانو يري دولة أي كميديهين إتو بيا كينيا يشبوتي أي هب ما موسي يسو دوين ميقام سرائل لي هروغو ما موسي مدحد الصومالي لان حكومة فرماتنا كما فرعلين أرهن كاسي حرير نومي ترين أيو يري عبد الرحمن عبد الشكور هذا بقوان كني أي حكومة فردرالكا قادتي وحكام موقتا كو ما دام فلال كانت دبلوماسية داد كوان لم يدهي اي هرو ودعين ايو يري عبد الرحمن عبد الشكور ودامد او كركو صحيصي اسلام الكاسين لغا آموسي كان هالكي يقدم بيسي لوغا فالعليي لبا قوان كان يوحا وصور كبحنا يا فضايدك ايو قان قار لآن تا دبلوماسية داد اي هوغان كسري اي دولة دا فالعلم تا دبلوماسي قاهي وحوليهي هبراع مرحلة دايسان يعم في الدبلوماسي والله مرو حريركا أرهن تحرير تريدونا وطلابة دو قطن بيسا إما ها انتان لغا بلابو وحانو قوان كان إيا طلابة داني كالدوركين إيا أيولي إسي سود واشها صومالي إيا صومالي لان وحونا فرصتين إيا انتا كو هولا كالفوغين تا لابدا دينا إيو إن ودادا ودهادالكو حيرانتو واسيدا وشيغي قدوميا حسبيغ معارضك ودهتير عبد الرحمن عبد الشكور انتاسي ايو كسو غبغبي عبد الرحمن عبد الشكور كهادلكا ارينكاني اساغو كو تلمامي ان هوغانكا فرماجو و يهي ميد سعود برده اسلا ماركاسينا ان لهين قان قاد دبلوماسييديد او لاغو خالين كارو اريمها نوعاني او كلا اه اسكو سو ودا دوبو وخا مالمهان اوغو دنبيي با اد لو هادلهايا اسلا ماركاسينا هلكي اوغو سريسي غادهي هادلهينتيد وفتيغا و هوغامينيه مدخوينها سومالي لان اي كوسوغان دلكاسي غيني او ميقامكي ابدي اوغو سريي كلا كولمي مسؤول ديغيسا اه او كامي wadamada afrika iyadoo la filayo in dhawaan wadankaasi gini uu si toos ah ugu dhawaaqo aqoonsiga Soomaaliland iyadoo talaabada xukuumadda taagta daran ee farmaajona ay aad ugu soo jeedisay indhaha caalamka in ay hoos u eegaan qadiyada shacabiga Soomaaliland iyo waliba dimuqraadiyadda iyo horumarka ka tirsanaaday Soomaaliland waxana laga wada warsigi doonaa talaabada ugu dambeysa oo ah u quusgoynta maamulka taagta daran ee uu hoggaamiyo maxamed abdullahi farmaajo ee ku kooban hoyga uu ku sugan yahay maxamed abdullahi farmaajo ee magaaladaasi muqdisho iyadoo wadamo badan ay u bilaabsan yihiin aqoonsiga Soomaaliland daawadeeshada qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaas waxaan ku soo gabagabeyn doonaa warbixintan kooban wixii dambe warar ka soo kordha waxaad kala socon doontaan YouTube channel keenani balse inta koraysa waxaan idinku dhaafayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya maana alle